ويمنيا كذلك صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف التركي المالكي أن قوات الدفاع الجوي السعودية تمكنت من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية من صعدة باتجاه نجران السعودية، لكن لم ينتج عن اعتراض وتدمير صاروخ أي إصابات. نذهب إلى فاصل، من بعده نتابع أيضا. ترامب يقول إنه يتابع عن كثب قضية اختفاء الخشقجي في إسطنبول.